الرئيس السيسي يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والتطلع لتطوير آفاق التعاون المشترك. مدبولي يؤكد توافر أرصدة مطمئنة من السلع الأساسية وتجهيز 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية. غوتيريش يجدد دعوته لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويحذر من أزمة غذاء عالمية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في المجالات كافة، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. من جانبه ثمن رئيس الوزراء البريطاني الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا والزخم الملموس الذي تشهده العلاقة بين البلدين، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا معربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لوميير، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء، حيث طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا سيادته أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ومعربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة. من جانبه نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشددا على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو 2021.
وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، خاصة في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهيدروجين الأخضر. استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير والوفد المرافق له. وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية وحرصه الشخصي على تذليل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية. وأوضح مدبولي أن مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح إذا طال أمد الأزمة. من جانبه أكد لومير الدعم الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، خاصة ما يتعلق بسوق السلع العالمية. هذا وأدلى وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي برونو لومير بتصريحات تلفزيونية عقب انتهاء جلسة المباحثات التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء في الحكومة وبحضور أعضاء الوفد الفرنسي. وأكد لومير أن نتائج مقابلته مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي كانت مثمرة وبناءة، مشيرا إلى أن الاجتماعين يؤكدان على وجود علاقات صداقة قوية للغاية بين مصر وفرنسا، كما يعكسان تمتع البلدين وارتباطهما بمستوى عال من التقارب. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين. يتضمن الاتفاق إنشاء منصة للتعاون والتشاور من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير الشركات في القطاعات الرئيسية الناشئة. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف فرنسي بخصوص أعمال الأنظمة والسكك الحديدية وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. كما شهد مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك بقيمة 776.9 مليون يورو. يأتي هذا التوقيع في ضوء خطة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ولتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو واستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الركاب. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة الخاصة بمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق تحقيقا لانضباطها ومنعا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، فضلا عن توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع. كذلك تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بموسم حصاد القمح لهذا العام، حيث أوضحت وزارة التموين أنه تم التنسيق مع المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمزارعين نظير قيامهم بتوريد محصول القمح، والتي من المقرر أن تصرف لهم خلال 48 ساعة بحد أقصى، في حين تم تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 115 قضية تموينية بمضبوطات تقترب من 5451 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 71 طن سلع غذائية مختلفة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 55 طن. أما في مجال حجب مواد البناء فقد تم ضبط ما يقرب من 5287 طن حديد و24 طن أسمنت. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية، والتي استضافها وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، وذلك بعد قيام الوزارة بتطويره بتوجيهات من رئيس الجمهورية لاستضافة كافة البطولات الخاصة بالفروسية محليا ودوليا ولدعم تلك الرياضة لكل المصريين. يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتميزة التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار، ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم رياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين. صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في وادي الفروسية الموضوع بقى فارق معانا قوي، لأنه المكان مجهز بكل الخدمات اللي احنا محتاجينها. هذا المكان يصلح ان يتعمل فيه بطولات دولية كبيرة وعلى مستوى عالي جدا. على مدار 3 أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان، الذي وصل عددهم إلى 224 فارسا لمسابقة قفز الموانع و14 فارسا لمسابقة الترويض و41 فارسا لمسابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارسا في البطولة المفتوحة. تخلل فقرات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهاراتهم في قفز الموانع. سعيد جدا جدا بمستوى التجهيزات اللي موجودة في المكان، سواء مدرجات الجماهير تقدر تتفرج منها أو الأرض نفسها والتجهيزات اللي بتحصل فيها. أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة وسعيد بيكم وسعيد بكرم الضيافة. تم إعداد اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول المشاركة، وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس، ومطاعم، فضلا عن سيارات كهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية، وسيارات إسعاف بأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. احنا هنا عندنا في المستشفى البيطري كافة الأجهزة من سونار، إكس راي، رنين، شوك ويف، بتأهلنا إن احنا نتدخل في أي حالات طارئة. شهدت ملاعب وادي الفروسية الممهدة وفقا لأعلى المقاييس الدولية في رياضة الفروسية تنافسا بين الفرسان المشاركة لاعتلاء منصة التتويج في رياضات قفز الموانع والترويض والتقاط الأوتاد. ده تقريبا افتتاح الارض بتاعت الكلة،
الارض هايله، التجهيز هايل، الارض موفره لي الاستابيليتي دي كلها، موفره لي الثقه في الحصان، موفره لي الثقه في الخطوه ان انا اعرف اتحرك فوق الحصان. مكان هايل كمانجمنت، كانشاءات، كنظافه، ما شاء الله حاجه يعني يتشرف ان هي تكون موجوده في مصر. وقد عكس اداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحه على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفروسية. الشكل بصراحة حلو جدا، والأراضي نظيفة جدا جدا جدا، والنادي نفسه بصراحة حلو، فالأرض يعني من كتر ما هي نظيفة وحلوة تحسسك اللي هو إيه، اجري. الحكام جهز لهم مبنى يوفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحد. أفضل حاجة إن أنا ببقى محتاجها اللي هي رؤية جيدة للمكان. شايف جميع الاتجاهات بتاع الفارس من أول دخوله، من أول خانة التسخين لغاية خانة المباراة نفسها. وقد أشاد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب وادي الفروسية لاستقبال كافة منافسات الفروسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب واسطبلات، مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفروسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به. جهد فظيع من وزارة الداخلية ومن الضباط هنا ومنظمين كويس، كل إمكانيات موجودة، أي حاجة بنطلبها بنلاقيها. بطولة منظمة جدا، حتى الناس استقبلتنا حلو جدا، والضباط اللي هما البنات وزعوا علينا ورد وحاجات، فلا أوفر أول يعني المكان بجد تحفة. في أي تي يعني ما شاء الله، اسطبلات كويسة، حصان واقف مستريح في بوكسه، كل حاجه موجوده، الووكر موجود اللي يتمشى في الخيل، دي اهم حاجه بحيث ان الخيل بعد ما بتخلص بدل الاستاس ما يمشوه على ايديهم في ووكرز ممكن تمشي فيها. ارض التسخين قريبه من ارض البطوله، الاسطبل قريب برده من الارض. مكان واسع وفي اوتيل حلو وفي مطعم حلو جدا. المكان بصراحه فيه كل الفاسيلتيز اللي تؤهله انه يبقى مكان دولي. الملاعب مزوده باحدث وسائل الاضاءه والموزعة بشكل مناسب وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال الرياضة الفروسية. في مدربين على أعلى مستوى بيدربونا، ما بيبخلوش علينا بأي معلومة، وده قليل تلاقيه في أي حتة تانية. حاجة تشرف الواحد، بيبقى سعيد وهو بيجي هنا. بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا، تطورات طبعا كل الناس شايفينها، ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة. بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يستضيفها الوادي منذ تطويره بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع، وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي فعاليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد. تتسم الخيول العربية بخفتها وجمالها ورشاقتها وسرعتها، ومصر لها باع طويل في تربية هذا النوع من الخيول. وادي الفروسية الذي طورته وزارة الداخلية مؤخراً يسهم بشكل فعال في الارتقاء بالرياضة الفروسية في مصر وتدعيم الريادة المصرية في هذا المجال باستضافته العديد من البطولات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية. من وادي الفروسية، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثان بمشاركة وفدي البلدين. تناولت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة. وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا وباستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين وبعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين، معربين عن تطلعهما لتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره القطري، أكد شكري أن اللقاء تناول سبل التصدي للتحديات المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين. تناولنا جلسة مباحثات منفردة وجلسة موسعة مع الوفود، استعرضنا خلالها العلاقات الثنائية فيما بين البلدين، كيفية تفعيلها والارتقاء بها، والعمل على إيجاد فرص التعاون في كافة المجالات، التعاون السياسي، التعاون الاقتصادي، الثقافي، وإن شاء الله يكون كل ذلك مفعل في خلال ما اتفقنا عليه من تشكيل لجنة برئاسة وزيري، لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية تشمل كل موضوعات التعاون والعلاقات الثنائية فيما بيننا. يعني كل المجالات مفتوحة وكل الروح الطيبة على الجانبين متواجدة، بأن ننطلق نحو الأمام إن شاء الله في التصدي للتحديات المشتركة التي تواجهنا في تعزيز العمل العربي والتضامن العربي المشترك. وحول الاجتماع السداسي الذي عقد في النقب، أكد شكري أنه ليس في نية مصر إنشاء تحالفات موجهة لأي دولة. ليس بالتأكيد مشاركة مصر هي لإنشاء أي تحالف أو أن تكون موجهة ضد أي طرف. مصر تسعى لعلاقات تعاون، علاقات تفاهم، علاقات مبنية على أسس ميثاق الأمم المتحدة، الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولكن ترصد في نفس الوقت من قد لا يلتزم بنفس هذه المبادئ ولديها الاهتمام باستمرار التنسيق مع أشقائها العرب، من ضمنهم مجموعة التي حضرت هذا الاجتماع. من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن العلاقات مع مصر تطورت كثيرا، وأنه تم تشكيل لجنة مصرية قطرية مشتركة للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين. وشدد وزير الخارجية القطري على دعم دور القاهرة المحوري في استقرار الإقليم. اتفقنا مع معالي الوزير استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في هذه القضايا. أتطلع للعمل سويا مع معالي الأخ سامح في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين التي تقرر إنشائها اليوم لبحث كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأن يرتقي أداءنا إن شاء الله لمستوى طموح قيادة البلدين ومستوى طموح شعبينا الشقيقين. شاكر لك معالي الوزير مرة أخرى على استقبالي اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي قريبا في دولة قطر. وشدد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الثابت بشأن دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أعقب اجتماعا سداسيا لوزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل. تلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية العلاقات والترابط بين المواضيع المختلفة، والعلاقات الهامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، side by side in peace with recognized borders على الدولتين ان يعيشوا معا سويا جنبا الى جنب في سلام تام. وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في تلك المحادثات والمباحثات. الى ذلك، اشاد وزير الخارجية سامح شكري بدور الرئيس السيسي في تعزيز سبل التعاون والسلام والامن بالمنطقة. وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي أن المباحثات سلطت الضوء على منع التدخلات الخارجية في شؤون الدول، بالإضافة إلى رفض كافة أشكال العنف وصور التطرف.
العالم الدولي سواء كانت الدول العربية المسلمين والمسيحيين وأيضا الترابط التي قد أظهرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون والسلام والأمن في المنطقة. ومقاومة أي وسائل سلبية أو أي تدخلات أجنبية. وهذا ما سلطنا الضوء عليه مع المباحثات الأمريكية والإسرائيلية. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تقف بوجه العنف والإرهاب وتسعى لتحقيق التوازن بالعالم. ووجه بلينكن الشكر لمصر على مساهمتها في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط. نعم، نحن نقف بوجه العنف ونتصدى للإرهاب ونسعى لتحقيق التوازن بالعالم، ونحن نريد العالم كله في سلم وأمان. ولهذا نشكر قدوم مصر اليوم لتحقيق تلك السبل، ونحن من أجل تعزيز سبل التعاون والتسامح بين البلاد. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. أبرز التقرير التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة آثار الأزمة، وتشمل الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن، فضلا عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفر السلع الغذائية الأساسية. ولفت التقرير أيضا إلى تشكيل لجنة حكومية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة. وفي ملف الأزمة الأوكرانية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فورا. وأكد غوتيريش أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي لأزمة غذاء عالمية، مشيرا إلى أنه سيواصل إجراءات توصيل المساعدات للمدنيين داخل أوكرانيا وإلى اللاجئين خارجها. مجلس الأمن قال يقرر ما يقرره، وهذا لا يعني أن أي طرف في مجلس الأمن ضد مسألة وقف إطلاق النار على بحيث يتم على مبدأ التفاوض. هناك رغبة حقيقية ونية حقيقية لدى كافة الأطراف لتحقيق هذا الأمر، وأعتقد أنه يوم الغد سوف يكون هناك إحاطة إنسانية حول الأوضاع الإنسانية هناك، وسوف تكون هناك عناصر وجهات من قبل الوكالات الإنسانية التي تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الشدة البالغة للعقوبات المفروضة على روسيا ليست مصادفة. وأوضح شولتز أن ألمانيا وشركائها لديهم المزيد من الخيارات التي يمكنهم أن ينفذوها إذا اقتضت الحاجة. وأضاف أن التعاون مع الكيانات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين أو الأمم المتحدة سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا أو أي دولة أخرى تسلك مسار الحرب. طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية قياسية للدفاع في وقت السلم تتجاوز قيمتها 81.3 مليار دولار، تشمل زيادة بنسبة تصل إلى 4.6% في أجور القوات وأكبر ميزانية للبحث والتطوير في التاريخ، وذلك مع تزايد القلق بسبب أوكرانيا. ومن أهم أولويات هذه الميزانية بناء السفن وتطوير القدرات في الفضاء والتحذير من الصواريخ. هذا وقد خصصت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 7 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية ولدعم دول حلف شمال الأطلنطي الناتو.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة ستنشر 6 طائرات تابعة للبحرية و240 عنصرا في ألمانيا، وذلك لدعم قوات الناتو. وأشار كيربي إلى أنه يتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشيا مع جهود واشنطن لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلنطي على طول الجناح الشرقي، وأكد أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش، وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينيكوف تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة في مقاطعة جيتومير، كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي كييف، إضافة لإسقاط 2 طائرتين ومروحية. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية تم تدمير ما يقرب من 123 طائرة و74 مروحية و309 طائرات بدون طيار، فضلا عن تدمير ما يقرب من 1721 دبابة وعربة قتالية و172 راجمة صواريخ، وكذلك تدمير ما يقرب من 721 مدفعا و1568 عربة مختلفة. من جانبها أعلنت موسكو أن رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون شك. وقال المشرع الروسي إيفان إبراموف إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين سيسري على الدول غير الصديقة على حد قوله، ويشمل القرار مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية إلى الروبل الروسي. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تقديره لاستعداد إيطاليا للانضمام لإنشاء نظام لضمانات دولية لأوكرانيا، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة الحالية. كما ثمن زيلينسكي خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيطالي ماريو دراجي دور إيطاليا في الدعم الدفاعي والإنساني لأوكرانيا. وقد أعلنت الحكومة الإيطالية أن دراجي جدد خلال الاتصال التأكيد على دعم الحكومة الإيطالية القوي للسلطة والشعب الأوكراني واستعداد إيطاليا الكامل للمساهمة في العمل الدولي من أجل إنهاء الحرب ودعم حل دائم للأزمة في أوكرانيا. التاسعة متواصلة مع حضراتكم، نتابع فيها. دجلو يجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الأطراف السودانية لتحقيق الاستقرار. استقبل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دجلو المبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي فريدريك كافيي. تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين لمستويات متقدمة في جميع المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية في السودان. ودعا دجلو خلال اللقاء المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للأطراف السودانية بما يحقق الاستقرار. من جانبه أكد المبعوث الفرنسي دعم بلاده مبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى جانب دعم الانتقال الديمقراطي في السودان بما يحقق الاستقرار.
بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأوضاع الاقتصادية في البلاد واستعداد إجراءات الانتخابات النيابية مع وفد من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. تطرق اللقاء إلى الانتخابات النيابية وأهمية إجرائها في وقتها، حيث أكد ميقاتي إتمام الانتخابات في مايو المقبل وتأمين التمويل اللازم لها مع ضمان الشفافية واحترام حق اقتراع المغتربين. هذا وتهدف زيارة مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان لعقد لقاءات مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة والمؤسسات غير الحكومية للتطرق لموضوعين أساسيين، أحدهما متعلق بالوضع الاقتصادي والآخر بضرورة إجراء الانتخابات في وقتها. ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة تقريرا للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وذلك عن دراسة مقدمة بشأن مشكلة الزيادة السكانية. وخلال الجلسة تم استعراض عدد من المقترحات والحلول حول تقرير اللجنة بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي. جلسة جديدة يواصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية والاستماع إلى حلول ومقترحات أعضاء المجلس. الجلسة شهدت مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن دراسة مقدمة بشأن مشكلة الزيادة السكانية بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي. احتل الشأن السكاني الصفحات الأولى في أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية 2015-2030 بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر. المشروع القومي لتنمية الأسرة له دعم سياسي غير مسبوق، فهو منظور تنموي شامل زي ما ذكرت، برنامج للحوافز الإيجابية عند إنجاب طفلين على الأكثر، في زيارات دورية لعيادات تنمية الأسرة، الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض الغير سارية، وأيضا يمكن أن تصل المزايا التأمينية إلى 60,000 جنيه طبقا للسن عند الانضمام. وخلال الجلسة تم استعراض عدد من المقترحات والحلول حول تقرير اللجنة محل النقاش. الزيادة السكانية العشوائية وما تمثله من خطر جسيم يهدد مقدرات الوطن، والتي طالما نادى ووجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه القضية قضية بالغة الأهمية ويجب تضافر كافة الجهود لمواجهتها. تعد المشكلة السكانية من أهم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية، فهي قضية أمن قومي يلتهم كل معدلات التنمية، لأنها العدو الأول لمعدلات النمو الاقتصادي، والتي تؤثر على انخفاض نصيب الفرد من الخدمات العامة والموارد الغذائية والطبيعية. وبعد استعراض الآراء والمقترحات حول التقرير، رفعت الجلسة على أن تستكمل المناقشات في الجلسة القادمة. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عضو مجلس الشيوخ محمد زكي أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات في الدولة لمواجهة القضية السكانية باعتبارها خطرا يهدد أمن البلاد. القضية السكانية احنا دايما بنقول ان هي تاني خطر بيهدد الامن القومي بعد خطر الارهاب، واحنا دلوقتي الارهاب اصبح يعني بينحصر، فاصبحت القضية السكانية هي اهم قضية على السطح بتهدد الامن القومي المصري. عايز اقول لحضرتك ان احنا لو فضلنا بالزياده العشوائيه اللي موجوده، احنا في 2030
هنوصل ل 127 مليون نسمة، وفي 2050 هنوصل ل 183 مليون نسمة. طبعا في ناس كتير ما تعرفش الأرقام دي، ولكن لازم ده يبقى ناقوس خطر كده لجميع الجهات ولجميع المسؤولين، ناقوس خطر ان احنا خلي بالكم احنا داخلين على مشكلة حقيقية لو لم نتخذ إجراءات صارمة ورادعة وتكاتف جميع الهيئات الحكومية والتنفيذية والتشريعية والبحثية. لازم جميع المؤسسات في مصر تشتغل يد واحدة علشان تواجه هذه المشكلة. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الحكومة تعمل وبشكل قوي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنويع أدوات التمويل التنموي لدعم جهود التحول الأخضر. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع المناخ الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دبي. وخلال الجلسة تحدثت وزيرة التعاون حول فرص تعزيز التعاون الأخضر والنمو، موضحة أن مصر تتخذ خطوات حثيثة نحو تحقيق التحول الأخضر من خلال التعاون الإنمائي ولتحفيز القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة. افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير معرض منافذ السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا، وذلك بحديقة الأرمان بالجيزة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك. في حديقة الأرمان بالجيزة أقيم معرض خير مزارعنا الأهالينا، والذي دشنته وزارة الزراعة لتقديم مختلف السلع الغذائية ومنتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة مقارنة بنظيراتها في الأسواق تخفيفا عن كاهل المواطنين. الأسعار هنا بتنخفض، يعني سعر اللحوم زي ما حضراتكم شفتم بحوالي 130 و 135 يعني المشفية، الأسعار كلها زي ما حضرتك شفت السكر الزيت المكرونة الخضروات البطاطس الموالح كل الحاجة موجودة، الفول العدس كل التمور على مستوى عالي، كلها أسعار بتقل عن السوق حوالي من أكثر من 20 إلى 30%. المعرض الذي يشارك فيه نحو 25 عارضاً ويقدم حوالي 300 سلعة غذائية شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث يقدم المعرض مختلف السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار تنافسية من مزارع الدولة إلى المستهلك بشكل مباشر دون أي وسطاء. احنا النهارده في هذا المكان عاملين معرض للمنتجات الغذائيه والسلع باسعار تنافسيه على مساحه حوالي 800 متر، في حوالي اكثر من 25 او 22 عارض جميعهم لهم علاقه بالزراعه ووزاره الزراعه ومن مزارع وزاره الزراعه. جميع المنتجات موجوده على اساس ان احنا موفرين السلع، ما فيش سلع مش متوفره ان شاء الله. وخير مزارعنا لاهالينا زي ما حضرتك شايفين اللحمه ب 135 و 125، كرتونه البيض ب 50 جنيه، السكر ب 10، الرز ب 10، الزيت كل جميع انواع المنتجات عليها خصم 40%. المعرض زي ما حضرتك شايف ما شاء الله عامر بالناس، في حركه تسويقيه كويسه. فخامة الرئيس يشكر على الفكرة الرائعة ديت اللي هي معرض خير مزارعنا لأهالينا، ده حاجة كويسة جدا. تأتي هذه المبادرة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لمحاربة المحاولات الاحتكارية لبعض التجار، وحرصا على تلبية رغبات المواطنين بتخفيض السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان الكريم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وفي دمياط واصلت معارض أهلا رمضان فتح أبوابها للمواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة. تضم المعارض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الشهر الكريم، بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم والدواجن، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. دي تاني مرة أجي المعرض هنا، والأسعار ما شاء الله كويسة وكل حاجة موجودة، الزيت موجود والسكر والتمر، جبنا كل حاجة. تاني مرة أجي ماشية بالصدفة سبحان الله، فلقيت المعرض جميل جدا وحاجات جميلة جدا، متنوعة الأشكال من زيوت وسكر وسمنة وحاجات رمضان جميلة، ويا رب دايما يا رب، وأسعار جميلة قوي جدا، حلوة قوي قوي. أيوة ما شاء الله الأسعار جميلة جدا وفي متناول الجميع، والزيت موجود والسكر والمكرونة وكل أنواع التمور والمكسرات بسعر كويس جدا أرخص من السوق،
وما شاء الله كل سنه وانتم طيبين، والمعرض دي حاجه كويسه في دمياط وحاجه تشرف يعني بصراحه، وحاجه في متناول الجميع يعني بصراحه، والحاجات رخيصه، واتمنى انه يتكرر تاني، وعلى العيد بقى تجيبوا لنا الحاجات الحلوه، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا مقارنه ببره السعر اللي موجود هنا الزم حتى التجار بره في السوق الخارجي بنزول السعر، لان لولا المعارض اللي اقيمت في خلال الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا كان السعر تعدى حاجز كبير. استقبل محافظ الإسكندرية محمد الشريف قوافل وصل الخير ضمن حملة المليون كرتونة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية. يأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا. وقال محافظ الإسكندرية إن المستهدف هو توزيع 4000 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية على نطاق المحافظة، وذلك من ضمن 100000 كرتونة للمحافظة سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم، مضيفا أن الكرتونة تشتمل على جميع الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية. شهدت قرى محافظة الوادي الجديد على مدار شهر مارس الجاري تنفيذ أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي كان آخر أعمالها بقرية الزيات بمدينة بلاط بالوادي الجديد. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أحمد محروس أن إجمالي عدد المواطنين الذين استفادوا من أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة طوال شهر مارس الجاري بلغ 5000 مواطن تم الكشف عليهم وتم إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة. والآن موعد جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. آية كافوري نتابع معها أخبار الاقتصاد، تفضلي آية. شكرا وشكرا محمد، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون المقرر مع شركة ميرسك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، مؤكدا دعم الحكومة اللامحدود لمثل هذه المشروعات الخضراء، لا سيما مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة ميرسك العالمية، والتي أكدت أنه تم اختيار مصر كواحدة من أفضل الأماكن في العالم لإقامة مشروع الهيدروجين الأخضر لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي استثنائي، وكذا ما تملكه البلاد من مقومات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ميرسك العالمية، وذلك بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار استهداف الدولة لمشروعات الطاقة النظيفة والتي تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق المولى لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف توفر احتياطي مناسب من المواد البترولية في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعا غير مسبوق. من جانبه أكد وزير البترول توفر السلع البترولية عند مستويات آمنة، حيث تحرص الوزارة على متابعة موقف السوق
العالمي لحظة بلحظة للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشر بضغوط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقي 17 مليار و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 724 مليار و399 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة. أيضا انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 52% ليغلق عند 1921 نقطة. أيضا امتدت الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، وانخفض بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة. ننتقل بعدها إلى أسواق العملات، حيث تمانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها و27 قرشا، بالنسبة لسعر البيع 18 جنيها و37 قرشا. عن اليورو 20 جنيها و3 قروش، وسعر البيع 20 جنيها 15 قرشا. نصل الجنيه الإسترليني 23 جنيها 96 قرشا بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع 24 جنيها 10 قروش. نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية، والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات 97 قرشا، وسعر البيع 5 جنيهات. أما عن ريال السعودي، فوصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات 87 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات و89 قرشا. أما عن أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% لتصل إلى 1934 دولارا و61 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي، سجل عيار 18 نحو 840 جنيها، في حين لمس عيار 21 السعر اليوم 980 جنيها، ووصل عيار 24 السعر إلى 1120 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 7840 جنيها. تراجعت أسعار البترول العالمية عند الإغلاق لتنخفض عقود برنت بقيمة 8 دولارات و17 سنتا أو بنسبة 6.77%، مسجلة 112 دولارا و48 سنتا للبرميل. وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الإمارات ستعمل مع أوبك بلس لضمان استقرار سوق الطاقة. كما أكد وزير الطاقة الإماراتي أن أسواق الطاقة بحاجة إلى النفط الروسي، ولا يمكن لأي منتج أن يعوض إنتاج موسكو. هبط الجنيه الاسترليني أمام اليورو والدولار، بينما يركز المستثمرون على تباين سياسة الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية. وتتوقع أسواق المال زيادات للفائدة البريطانية 35 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وهبطت العملة البريطانية 0.8% لتسجل دولارا و30 سنتا، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 من مارس. ومقابل اليورو، انخفض الاسترليني 0.7% مسجلا 83 بنس و90 من المئة، وهو أقل مستوى منذ 18 من مارس. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى محمد عبد المنعم، توفيق إليك. وبعد قليل سنعود إليك من جديد. أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستبقى في حالة تأهب لمنع وقوع اشتباكات في المناطق الحدودية بين الكوريتين، بما في ذلك خط الحدود الشمالي في البحر الغربي. وأعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية عن مخاوفها من احتمال وقوع أي اشتباكات في الوقت الذي يصاعد فيه الشمال التوترات من خلال سلسلة من الاختبارات الصاروخية الكبرى. وأكدت وزارة الوحدة استعدادها الدفاعي الحازم للرد على جميع المواقف المحتملة. والآن مع آخر أخبار الرياضة في نشرة التاسعة. نعم، أخبار المنتخب الوطني في المباراة المقبلة بإذن الله، معك آية، تفضلي. شكرا لكم، ونتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب الوطني، ونتابع جولة في أخبار الرياضة محليا وعالميا. يحل المنتخب الوطني غدا ضيفا على نظيره السنغالي في اياب المرحله الحاسمه والمؤهله لكاس العالم 2022. وكان منتخب مصر قد حسم مواجهه الذهاب لصالحه بهدف دون رد.
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب عبد الله واد، والذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني الحاسمة أمام مضيفه السنغالي في إياب الدور النهائي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. منتخب الفراعنة يدخل اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف، ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا من أجل ضمان التأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني. لم يستقبل منتخب مصر أي هدف من أسود التيرانجا سواء في نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي استمر ل 120 دقيقة أو في مباراة الذهاب بمجموع 210 دقائق من الصمود أمام الهجوم السنغالي. الماتش الجاي هيبقى صعب جدا، ربنا يستر يا رب وتكمل على خير وتبقى فرحة كبيرة لنا يا رب إن شاء الله. متوقعين إن المباراة اللي جاية بإذن الله تكون أفضل في المستوى عن المباراة اللي فاتت، وإن شاء الله يبقى أداء الفريق كويس جدا ونتمنى التوفيق إن شاء الله. توقعاتي بإذن الله نكسب بإذن الله، بإذن الله تعالى هنكسب إن شاء الله 2-0. إن شاء الله أتوقع أن المنتخب يكسب 2-0 على يد محمد صلاح والسولية. نتوقع إن شاء الله فوز منتخب مصر 2-1 في السنغال، ويحرز الأهداف كابتن محمد صلاح وكابتن مصطفى محمد، وإن شاء الله يبقى المرة الثانية على التوالي في الصعود. إن شاء الله مصر تفوز ونصعد لكأس العالم إن شاء الله. توقعات إن شاء الله بأمر الله يعني المنتخب يكسب 1-0 ومحمد صلاح برضو على حط الجون. إحنا متوقعين إن شاء الله المنتخب يفوز ومحمد صلاح يجيب جون إن شاء الله. هذا وشهدت قائمة الفراعنة استدعاء مدافع الأهلي رامي ربيعة ومدافع بيراميدز علي جبر، وذلك لتعويض غياب محمد عبد المنعم المصاب بكسر في الأنف ومحمود حمدي الونش الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. تاريخيا خاض المنتخبان 15 مباراة سابقة، فاز المنتخب الوطني في 8 مباريات وفازت السنغال في 5 مباريات، بينما تعادل المنتخبان في مبارتين. تأهل بيراميدز إلى دور 16 ببطولة كأس مصر بعد فوزه على لافيانا بهدف نظيف في دور 32 من المسابقة، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 34. كشف تقرير صحفي أن نادي برشلونة الإسباني يستعد للسماح برحيل ثمانية لاعبين من أجل التعاقد مع الدولي المصري اللاعب ليفربول محمد صلاح هذا الصيف، والذي ينتهي عقده مع ريدز بنهاية الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة إس الإسبانية، فإن برشلونة فتح باب المغادرة أمام ثمانية لاعبين لخفض قيمة الرواتب بالفريق، مضيفا أن ذلك سيساعد الفريق الإسباني في التعاقد مع صلاح لتدعيم هجوم الفريق في ظل صعوبة ضم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة. انتهت الجولة الرياضية، وعودة مرة أخرى إلى محمد ونهى. شكرا لك آية. في مهرجان الموصل الدولي للموسيقى ترددت أصداء الألحان التقليدية من العراق والأندلس وغير ذلك من الأماكن في مدينة الموصل القديمة. وعلى مدى عدة أشهر تلقى أكثر من 20 عازفا موسيقيا عراقيا تدريبات في الموصل، وأسسوا 4 مجموعات موسيقية مختلفة، قدموا عروضهم في المهرجان إلى جانب مجموعات من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. نظمت المهرجان مؤسسة العمل للأمل بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تدريب الموسيقيين الشبان وتشجيعهم وإقامة جسور وروابط بين المجموعات الموسيقية من الخارج. الركيزة الأولى للفن الذي تقدمه هذه الفرق. والآن مشاهدينا الكرام مع الأرصاد الجوية وحالة الطقس، تستعرضها لنا في وقفة الثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة آية كفوري. إليك آية، تفضل. شكرا لكم مجددا، ولنتعرف على أحوال الطقس محليا وعالميا.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وبارد في فترة الليل والصباح الباكر على الأنحاء كافة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 25 الصغرى 13، الإسكندرية 22 12، مطروح 20 10، بورسعيد 21 13، والإسماعيلية 25 11. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 25 الصغرى 12، العريش 23 12، طابة 26 14، وشرم الشيخ 29 17، والغردقة 28 14. أيضا الأقصر العظمى 33 الصغرى 13، أسوان 34 14، الوادي الجديد 33 14، شلاتين 31 15، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى 16. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز لقطة لليوم. بلقطة اليوم نصل لنهاية نشرة التاسعة، بقي تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والتطلع لتطوير آفاق التعاون المشترك. مدبولي يؤكد توافر أرصدة مطمئنة من السلع الأساسية وتجهيز 400 نقطة لاستقبال الأقماح العالمية. غوتيريش يجدد دعوته لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويحذر من أزمة غذاء عالمية. نهاية نشرة التاسعة.